السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات وأصدقائنا أولياء الأمور. إن شاء الله إحنا بنقدم لمسة سريعة جدا، إزاي بتقدم البحث أو إزاي بتكتب البحث. أصبح كلنا دلوقتي عندنا الصورة دي واضحة جدا ومعروفة، موجودة في الجرايد، موجودة على مواقع التواصل، حتى اللي مش عنده عرفها من إيه، من زميل. الموضوعات الخاصة بالصف الأول والتاني والتالت: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، البيئة. البيئة وهو ده الموضوع اللي أنا هتكلم عليك فيه، أوكي، أو معاك فيه. بيقول لك: في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع يتضمن ما يلي. يبقى دي المحاور اللي أنت هتجيبها في الموضوع بتاعك. توضيح أثر التفاعلات الكيميائية على البيئة، وده طبعا خاص إن أنت هتشوف اللي اتعلمته في العلوم وتجيبه في الإيه، في الموضوع. كتابة نصائح للحفاظ على البيئة باللغة الإيه، العربية وأحد اللغات، يعني بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنسي. الاستعانة بمدرسته في مجال الرياضيات علشان تعمل الايه، الاشكال، اداء جوانب المشروع الايه، البحثي. وكتابة فقرة من الايه، من الفقرات، والنتائج اللي انت توصلت ايه اليها في مشروعك. وهنشوف مع بعض ازاي احنا بنعد الايه، المشروع. نصيحتي بس في الاول ان انت ما تدفعش فلوس للبحث، وما تشتريش البحث من مكتبة ولا من مدرس. البحث احنا ربنا يرفع عنا ما نحن فيه ويكشف الغمة عن مصر. البحث دلوقتي بقى ضروري عشان الظروف، لكن طول ما الدكتور طارق شوقي موجود في التربية والتعليم ممكن البحث يكون موجود معاك كل سنة، ممكن يكون اسلوب اجباري بعد كده لابنك او بنتك، فانت فرصة انك تعلمه دلوقتي السنة دي. البحث، اي بحث هينفع بعد كده، ده ممكن يكون اسلوب للتربية والتعليم هتطبقه في جميع الايه، المراحل. فهو العملية مش صعبة خالص. بيقول لك اهو، انا يعني نصيحتي ليك انك انت encourage your son or daughter to read more and more. عايزين ولادنا يقرأوا اكتر واكتر. To give his or her opinion. عود الطفل او الطفلة، ابننا، ان هو يدي رأيه. Create his or her own project. المفروض ان هو نعوده انه يعمل المشروع بتاعه لوحده. To discuss with you and others. بيناقشك أو بيناقش الآخرين. make use of his or her mobile or tablet. أي واحد من ولادنا أو بناتنا أو معظمهم معاه تليفون أو تابلت، إحنا لازم نعلمه make use of، إنه يستغله، مش نجيب له التليفون والتابلت عشان يستغله في الفساد أو في الإيه، في تضييع الوقت، لأ، يستغله في التعليم. طيب بالنسبة للغة الإنجليزية، وأنا كمدرس لغة إنجليزية هطوع بعض الكلمات والأفكار اللي تخدم موضوع البيئة، أوكي، والأفكار دي تساعدك بس، يعني ما ينفعش تنقلها أو تحطها زي ما هي في البحث. بنقول we should use public transports. We should use public transports. نستخدم المواصلات العامة to reduce the pollution of cars fumes. بنقلل تلوث السيارات أو عوادم السيارات. We must grow more trees. لازم نزرع أشجار كتير around our houses, schools and streets to take in CO2. CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى انت كده بتدخل العلوم مع الانجليزي. هو المفروض من البحث بيقول لك في ضوء مدرستي، يعني كل المواد تخدم نفس الفكره. جازس الغازات from atmosphere. وممكن لو انت حافظ معادله معينه تكتبها ازاي بنقلل التلوث، ازاي بنقلل ثاني اكسيد الكربون، محافظه بايه، تكتب المعادله باللغه الانجليزيه. Number three, parents and the teachers always must learn the young children how to keep the environment clean. الآباء والمعلمين لازم بنعلم أولادنا إزاي يحافظوا على البيئة. Police must punish. Punish يعني يعاقب. البوليس لازم يعاقب people who pollute our rivers. اللي بيلوثوا الأنهار. Fields اللي بيلوثوا الحقول. And the streets. Number five, mosques, churches, المساجد والكنائس,
and the mass media ووسائل الإعلام must encourage, encourage يعني يشجع people to keep environment clean and warn, warn يعني يحذر them against pollution. طبعا انت هتحط تعبيرات من عندك, مش مشكلة التعبير كبير صغير صعب سهل, المهم انه يكون من انتاجك انت, من كلماتك اللي انت حافظها, من معلوماتك اللي انت بتعبر بيها عن نفسك, مش كلام حد. اوكي, ده اهم ما في الموضوع, ان يكون انتاج الطالب والطالبة. عشان كده بنقول لك ايه, never 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 pay money for your project, ما تدفعش فلوس ابدا للمشروع بتاعك ولا للبحث بتاعك. اي شيء احنا موجودين معاك وهنساعدك مجانا في اي وقت. هنبص هنا مع بعض كده, ده النموذج اللي انت هتملى عليه البحث بتاعك اللي هتكتبه, هتعده بالشكل ده. ادي عنوان الموضوع بتاعنا, هتكتب مثلا البيئة, الرقم التعريفي بتاعك انت بتاع الطالب او بتاع الخمسة طلاب المشتركين في مشروع واحد. اوكي, هينفع طالب واحد يعمله او خمسة طلاب. المقدمة اللي هو خلاصة البحث, يعني مقدمة عن البحث اللي هو اهم افكار البحث من 70 لـ80 كده. بعد كده عناصر الموضوع, هتجيب الموضوع بعناصر, يعني اخطار البيئة, الاضرار على البيئة, المعالجات للبيئة, دي انت تحط عناصر الموضوع بتقسمه. اكيد مدرسين العربي بيعلموك في التعبير ازاي تعمل عناصر. بعد كده ممكن تستعين بجوجل تجيب صورتين ازاي نحافظ على البيئة, ممكن تجيب ثلاثة, ممكن تجيب صورة كبيرة وانت تشرح لنا الصورة دي. اوكي, ممكن نجيب صورة تانية نحطها في البحث عن أسلوب خطأ بيضر بالبيئة أو أسلوب الناس اللي بتلوث البيئة. أوكي, النتائج اللي انت توصلت لها اللي هو ايه, أسباب التلوث, ليه بيزيد التلوث, ازاي نواجه التلوث, من البحث بتاعك بتختم خلاص. المصادر, انت استخدمت ايه, وده أهم شيء في المشروع, كتبت كتب بتاعتك فين, كتاب المدرسة مثلا, مجال عن التلوث, كتاب قريته عن البيئة, بحث كان موجود على جوجل انت قريته, صورة انت شفتها جبت منها المرجع بتاعك, كل ده المصادر او المراجع اللي انت عملتها. بالصورة دي هيكون خلص معاك البحث. الوزير بيقولك ما ترفعش اي حاجة وما تشغلش نفسك باي حاجة دلوقتي غير ان انت بتجهز بحثك بس, لان هو لسه في بداية الشهر هيقول طرق التسليم هتكون عاملة ازاي. اتمنى ان شاء الله يكون استفدتم من الفيديو. لو انت اول مرة بتسمعنا, تابع قناة انجليش وبس على اليوتيوب, يوصلك فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.